هذه العملية جاءت إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلاد عباس، مفادها قيام شخصين بترويج مشروبات كحولية بدون رخصة على مستوى مستودع مسكنيهما، ليتم على الفور من خلال إذن بتفتيش مساكن مشتبه فيهما من حجز 1128 قارورة مشروبات كحولية وتوقيف المشتبه فيه المسمى باعين البالغ من العمر 30 سنة واقتياده إلى مقر فرقة لاستكمال التحقيق.